شنو المشكلة؟ ربي مولانا. اذا متتبعي متتبعي قناة شوف تي في متتبعينا، عدنا لكم في مباشر جديد على قناة شوف تي في من مدينة مراكش. فاحنا مع هذه الام هذه للان مازال في صدمة، صدمة كبيرة بخصوص الابن ديالها اللي تعرض لواحد الحادثة تسير على مستوى جماعة السويلة بعد ما ضربوا واحد الكاميو عفوا الكار كان جاي من اتجاه ربما من مدينة الصويرة ليلا. فهذاك الكار يعني كما هو معلوم تعرفوا هذاك الطريق والسرعه التي تستعملوها اصحاب السيارات والكيران يعني الحافلات ديال نقل المسافرين والكاميوات بصفه عامه والرموكات. فربما يعني هذيك الحادثه انه هذاك الشاب كان بيقطع الطريق في واحد اللحظه، وهذيك السرعه اللي كان جاي بها مول الكار كانت سبب في انه ضربوا هذاك الكار وارداه قاتلا يعني قتلوا كما تنقولوا متتبعينا بعد ما صدموا واحد الصدمه كبيره تدخلت من خلالها عناصر الدرك الملكي بجماعه بقياده السويله، ويعني تم فتح تحقيق. واليوم المفاجاه الكبيره بالنسبه لهذه الام هذه انه تتفاجئ بانه لا الشيفور يعني سائق الحافله ولا كل شيء تحكمه ببراءه، والابن ديالها الابن ديالو يعني الابن ديالها عفوا ضاع في حقه اللي هو يعني تشوف بانه ما خرج لا تعويض، ما هاد الناس ما تابعوا في المحكمه ما تسحب لهم الرخص، نخليوها هي تقربنا من خلال المباشر المتتبعين. هكا مولتي السلام عليكم. السلام عليكم. خليك مولتي في بلاصتك. بغيت تعاودي لنا ذاك النهار الوليد ديالك قبل ما يمشي للسويله واش كان عندك؟ ولدي كان ولدي مربي امي وكان عندي ومع مصطفى واحد الولد هذاك ما عرفت تقول لي زيا بن زيا ولا شنو مع مصطفى، ومني غاديين ضربوا قال لي مول الكار ناس في الشانطي هو ما نعش الشانطي با يقطع، قال لي مصطفى جا عندي قال لي با يقطع مصطفى اللي كان معاه مول الموتور قال لي با يقطع، قلت ليه كثر الرضا، قال لي رضا مشى يدير الماء وحنا بغينا نديرو ليسانس فهمتي، وجاي الكار بسرعه هو يضربو اش يقول مول الكار تيقول لك ما باليش الدراجه الماليه حبساتو عليه، انا هو دبانه ما بيبان لي عباد الله، انا هو دبانه وراه بشر فيه الروح فهمتي، هو ولابس قال لك الزرق فهمتي، قال لك لابس الزرق قال لك انا هو دبانه راه الحيوان تحبسوا عليه الناس الحيوان وسعك ولد عنده 24 عام عباد الله 24 عباد الله اللي تيسمعني واللي تيسمعني حس بيا يا عباد الله ويتعاون معايا، ولدي ضاع ليا ومشى ليا ولدي شاب عنده 24 عام والمحكمة تحت باب الكلى ما دارت معايا والو حتى حاجة ما دارت معايا شحالتي عطيها العدود ما عيطش ما ذبحتش وما عيطش انا قبل ولدي مشى ليا شاب شاب مشى ليا وترولنا وترولنا امي مسكينه الله كيف فتحت عينها درت العدسه مشات ليها، واش هذا منكر ولا حق عباد الله اللي تيسمعني واللي تيحس بيا عند الولاد يتعاون معايا يتعاون معايا مشى ليا شاب هو اللي هزني هو اللي داير ويسير عليا هو كل شيء، وما تسمحش المرشد داك مول الكار ما تسمحليش قتل ليا ولدي هو اللي عندي الشيفور حس بيا يحس بيا هو عنده ولادو وانا قتل ليا الشاب اللي تنكسب بقى دروك خو بقى خو بوحدو دروك بقى خو بوحدو وتيقول لك ما باليش الدراجه الماليه شتيها انت مول الشيفور شتي الدراجه الماليه والولد ما شتيش عباد الله عباد الله ولابس قال لك الزرق واش هذا حق ولا باطل عباد الله وراه ما تنسمع لك شاشيبور ما تنسمح لك تنخدا قدام الله قتلتي لي ولدي الصغير عندي جوج فريتيتات واحد بقى واحد قتلتي لي راه ما تنسمح لكش تنخدا قدام الله نعم واخا ما يمكنش تقتل خبارتي دورات لي اختي قالت لي يا جي راه ولدك قتلوا لك مول الكار راه ولدك طرات ليك سيده حتى لاستاسيون تاع السويله تاع السويله حتى لاستاسيون تاع السويله وكان مع مصطفى اللي عنده الموتور
وهذاك الولد ما عرفت سميتوش ودايز في المحكمه باب دكاله وما حكمت ليا المحكمه باب دكاله والو. لا ما حضرتش، حضر غير المحامي اللي حضر، ما حضرتش انايا، ما حضرتش انا. المحامي قال لك علاش حكموا عليهم بالبراءه الشيفور؟ قال لك ولدك ناعس وداير المخدرات، قال لك ولدك ناعس ودار المخدرات، قال لك واخا المخدرات تنسال يبان لي حقي. فهمتي؟ بل يا حقي، راه الشيفور ما تيشوفوش عباد الله، الدراجه المريه شتيها يا الشيفور، وولدي ما بان لك، وولدي راه طويل قداش عباد الله، شكون اللي تيبغي الموت؟ حتى واحد ما تيبغي الموت، كلشي حتى واحد ما تيبغيش الموت، حتى واحد ما تيبغيش الموت عباد الله، وانا تنطلب الله اللي تيشوفني واللي سميته بقيت فيه تعاون معايا على حق ولدي، وانا راه ما نسكتش على حق ولدي. انا راه ما نسكتش على حق ولدي، انا ما نسكتش، راه عنده 24 عام عباد الله، راه 24 عام عباد الله اللي عنده، وعندي الصغير ما عيطش وتروب ولد وتروب لنا في دارنا، ولا عندنا المشاكل، ولا عندنا صداع في الدار، ولا غاديين بيه وجايين بيه، لا اله الا محمد رسول الله. يا اخي الكلام عباد الله. كيفاش وقعت الحادثه؟ وقعت في شهر 12، شهر 12 فين وقعت؟ شهر 12 فين وقعت؟ فهمتي؟ شهر 12 فين وقعت؟ وانا تنطلب الله المسؤولين يعاونوني ويشوفوا من حالي، وحق ولدي راه ما نسكتش عليه، راه ما نسكتش عليه. انت يا الشيفور بان لك، بانت لك الدراجه الماريه، وولدي ما بان لكش، ولدي راه قداش هو ما بان لكش. يلا برك عليهم تقول لهم ما بان لياش، ولابس الزرق، لابس الزرق ما بان لياش، ودايرين المخدرات. لا دوك الدراري اللي معاك كلشي داير المخدرات، علاش ما يشهدوا؟ علاش؟ اش ما يشهدوا؟ اش ما يشهدوش؟ اش ما يشهدوش؟ اش ما يشهدوش؟ اش ما يشهدوش؟ كلشي داير المخدرات. ها ولدي تا دير المخدرات ايه؟ وينين؟ لا لا انت الدراجه الماريه بانتيك، وما عندكش الضو، عندك الضو، قال لك الضام كاين الضام، وعندك انت الضو في الكار، كاين الضو في الكار عباد الله، الضو عندك في الكار، عندك الضو في الكار عباد الله، والطريق راه عامره ماشي خاويه، الطريق عامره، عامره بالحديد بالليل وبالنهار، وتسعدر انت بالضو ما عندكش، راه عندك الضو تاع الكار، راه عندك الضو تاع الكار عباد الله، لا اله الا محمد رسول الله. انا حق ولدي راه ما نسكتش عليه باش ما حق ولدي ما نسكتش عليه، راه ما نسكتش على حق ولدي باش ما نسكتش على حق ولدي، وتنطلب انا اللي تيشوفني وتيسمع هضرتي مسؤولين وكل شيء يتعاون معايا على حق ولدي. نعم ممكن دروك انت استلفتي الحكم. اي استلفت الحكوميه. اي استلفت الحكوميه. اي استلفت الحكوميه. اي استلفت الحكم ماشي ما استلفت. شنو الرساله ديالك للناس اللي في المحاكم في القضاء؟ القضاء بغيتهم يتعاونوا معايا. بغيتهم يتعاونوا معايا، يتعاونوا. ولدي ضاع ليا مشى ليا، واللي تيشوفني يتعاون معايا، يتعاون معايا، ما عنديش التعاون معايا ومشى ليا ولدي، كون بقى ليا انا غير ولدي بغيت ناكل معايا الخبز حربي، بغيت نبقى كون يبقى ليا ولدي بغيت ناكل معايا الخبز حربي، ما بغيت حتى حاجه والو، ما بقيت ما بغيت والو، وكون جاتني انا غير الموت، كون شي ذاك الولد اللي قتل هذاك الشيفور، كون يا مت انا وبقى ذاك الشاب، راه شاب عباد الله، ماشي صغير ولا 24 عام. ماشي سهلة عباد الله، راه 24 عام، وقال لك ما شتوش الدراجة المارية، شتيها يا الشيفور، شتي الدراجة المارية، شتي الدراجة المارية شتيها، والولد ما شتيش، الولد دبانة ماشي الولد دبانة، الناس تيحبسوا على الحيوان تيحبسوا عليهم، وعندك الضو، وعندك الضو في الكار، وعندك الضو في طريق سويهلة بالليل، طريق سويهلة بالليل، وأنا تنوجه أموري لله عز وجل، تنوجه أموري. يلا فاليوم كما تبعتوا معنا، حنا اليوم عند الأم هذه اللي كانت الصدمة ديالها قوية بعد ما تلقات الخبر من عند الأخت ديالها على مستوى السويهلة بأن ابن ديالها اللي في العمر ديال 24 سنة يعني ضربوا كار، يعني كار كان جاي في اتجاه مدينة مراكش على مستوى على مستوى جماعة السويهلة نواحي مدينة مراكش، اللي بعد ما يعني كما تتقول الأم بأنه السائق يعني ما شافش هذاك الولد بسبب الظلام وكذلك الدراجة النارية، فهاد الأم كانت المفاجأة ديالها كبيرة بعد الحكم القضائي اللي تحكمته المحكمة الابتدائية بأنه البراءة للسائق الحافلة وكذلك أم الكار في والشباب اللي معاه، وتشوف بأن الحق ديال الابن ديالها اللي ضاع، واليوم هاد الأم هذه يعني قامت بالاستئناف الحكم القضائي استئنافيا
تنتمنى انه يتم اعاده ترتيب الاجراءات القانونيه اللازمه في هذا الاطار واعاده النظر في ملف هذه الحادثه تسير باش انه تاد الام يعني تبرد شويه في خاطرها وانه الام يعني حتى هي ما تبقاش مشويه في قلبها لانه الان تجب انه حق ديال الابن ديالها ضاع والام يعني ما عيداش والاحوال ديال العائله كلها تبدلات وتغيرات بسبب هذه الحادثه السير فنتمنى من خلال هذا المباشر ان شاء الله متتبعينا انه الرساله تكون وصلت للمسؤولين القضائيين على المحاكم مدينه مراكش يعني رؤساء المحاكم باش انه اعاده النظر في الملف ديال هذا الشاب هذا اللي تعرض لحادثه السير على مستوى جامعه السويله بسبب يعني حافله نقل المسافرين. موقع نشكركم شكرا لكم على حسن المتابعه، نتمنى ان نلقاكم في مباشر ان شاء الله اخر على قناه شوف تيفي.